ده كده خلصت عمليات الجهاز دي الادوات المجمعه للتمريض دول اللي هم الموجودين اللي منها بنقل الادوات هنا على الاوضه دي اللي منها بناول الاوضه فيبقى كده مسار الادوات يتحرك زي ما هو عايز طب المريض خلص يبتدي يخرج من البيبان بالدور زي العنايه هنا بقى العنايه عندنا في الزرع زي ما حضرتك عارف بتنقسم لقسمين البيبان هنا بتغير ثالث بعد القوام الخارجي العنايه عندنا في الزرع بتنقسم لقسمين القسم الاولاني المريض بعد العمليه مباشره اللي هو بيحتاج يقدر يطلع من الاول الصغير هنا ويدخل على